صباح الخير من جديد مشاهدينا، يسعد لي اوقاتكم. يا رب اليوم الهوة والمسافة اللي صارت كتير كبيرة بين الأجيال ممكن تخلق فارق، وممكن تخلق فالق كبير جدا. هذا الفالق ممكن يساوي مشاكل واختلافات، ويصير في عنا أيضا نسيان لكثير من القيم والأمور القيمة اللي كانوا الجيل الماضي يتمسكوا فيها. ممكن هذا المشكلة أو هي المشكلة الكبيرة جدا ممكن أن تحل بأشياء بسيطة. لنحكي أكثر عن هذه الهوة، ولنحكي أكثر عن الحلول اللي ممكن نتداركها والقصص اللي ممكن نعملها تحسبا من أن نقع بكارثة ممكن ثقافية وممكن كارثة تكون فكرية كبيرة جدا. معنا الأديب والتربوي الأستاذ نعيم علي مية، صار معنا بالاستديو. يسعدنا صباحك يا رب، واليوم صباحنا منور ومشعشع. صباح الخير أستاذ. صباح الورد والفل. صباح النور. صباح الخيرات، أهلا وسهلا أستاذ نعيم، نورتنا. صباح الخير وشكرا كثير لهالاستضافة، وشكرا لهذا الصباح الجميل. يعني عندما تشرق الشمس على الناس جميعا فهي شيء طبيعي، أما أن تشرق شمس قريت علي أنا أيضا فهذا مدعاة سعادتي أيضا. يعني أنا أشكر المركز الإذاعي والتلفزيوني بكامله، الكادرين الإداري والفني، وشكرا أستاذ يزن على المقدمة الجميلة، وأستاذ علا هذا الصباح المشرق دائما شكرا كثير لحضرتك. أهلا وسهلا يزن. عم يحكي عن موضوع كثير مهم كنا بالمقدمة، كيف نساعد أطفال العصر الرقمي. يعني شئنا أم أبينا أطفال هيدا الجيل هن الأطفال العصر الرقمي، يعني بيخلقوا الموبايل يمكن قبل ما يجوا بتكون جاهز الموبايل. دائما عم يصير في نوع من المقارنة بين عأيامنا كنا عم نعمل كذا، عأيامنا كنا عم نساوي كذا، وهلا أدى هاي المقارنة محقة أو أدى هاي المقارنة مجحفة بحقهم؟ خليني أقول تفضل. طبعا هو الأستاذ يزن بالبداية حكى ووصف توصيف حقيقي للأمانة، هو الموضوع التفاوت بين الجيلين تماما. اللي عم يؤدي لهو أو لفالق سماه بالتحديد فالق فارق معين. هذا الأمر هو نتيجة طبيعية نتيجة طبيعية لتطور الحياة، يعني هو لا يمكن أنه، ولكن في هذا الأمر أو في هذه الحالة يقف جيل ما قبل وجيل ما بعد، أحدهما على هذه الضفة والآخر على الضفة أخرى، فينظر كل منهما إلى الآخر من منظوره. يعني بمعنى أن الجيل القديم مثل ما تفضلتي أستاذة أولا، ينظر إلى الجيل القديم إلى الجديد على أنه غيرنا، تخطى الحدود، لا يتجاوز، مثل ما تفضل أستاذ يزن، تجاوز القيم، تجاوز المثاليات، جاوز. هو ليس هذا الأمر. الجيل الجديد ينظر إلى الضفة الأخرى ويقول القدماء، ينظر إليهم على أنهم كانوا غير فعالين، لم يستطيعوا أن يقوموا بواجباتهم كما كانوا. حسن بيقولوا عنهم معقدين نوعا ما. هلا هو التوصيفات، نحن مرة نحكي بالتوصيفات والمفردات اللي كل واحد بيتهم فيها الآخر. ليش؟ لأنهم صاروا على ضفتين مختلفتين، أرتكي. فطبيعي جدا أنه كل واحد منهم يتناول الثاني. لكن اللي بدي ركز عليه أنا أستاذي ولا أستاذ يزن هو موضوع التطور الطبيعي. التطور الطبيعي، الحياة لا تقف، الحياة تستمر، ومن الصيرورة والسيرورة هو استمرار هذا الجيل في العمل نحو الأمام. صحيح. والحياة لابد أن تسير نحو الأمام. ولكن أين الإيجابية؟ لن نتحدث عن السلبية، أنا ضد الحديث عن السلبيات، أنا مع الإيجابيات. أن هذا الجيل الجديد الذي ينظر إلى ماذا؟ إلى المستقبل. وهذا الأمر الذي يجعلنا أن نشجع هؤلاء الأطفال أنهم ينظرون إلى ما بعد. لا ينظرون إلى اليوم ولا ينظرون إلى الأمس. يعني القدماء يريدون أن ينظروا إلى فقط الأمس، حتى الحاضر، حاضر القدماء يصبح قديم ويصبح أمس، وهم يريدون أن نتشبث وأن نتثبت عند هذا الأمر، عند الأمس. الأمس لا يطورنا، الأمس يجعلنا ننظر إلى ماذا؟ إلى تفصيلاته، إلى إيجابياته، مثل ما تفضل الأستاذ يزن حكى على أنه نأخذ القيم الإيجابية. تمام. القيم الإيجابية لا تؤخذ بحرفيتها. يعني أستاذ يزن، أستاذ يولا، لا تؤخذ بحرفيتها. مثلا على سبيل المثال، فرضا على مثال الكرم، هو قيمة إيجابية رائعة جدا. إكرام الضيف، إقراء الضيف يعني، وتقديم الطعام له نسميه إقراء نحن. صح. فإكرام الضيف وإقرائه هو أمر إيجابي جدا جدا وقيمة عليا، ولكن هذا الأمر ما فينا نحن نظل ننفذه مثل ما كان حاتم طيب. تماما.
ما بقى فينا مثلا نجد نذبح الفرس عندنا نحن، ما بقى فينا نحن، هو نطور آلية الكرم تمام، ويصبح الكرم مفهوم ليس فقط مادي أو غذائي. الكرم هو كرم اجتماعي، كرم اقتصادي، كرم أخلاقي، كرم مفردات، كرم مشاعر إلى آخره، أي نعزز ونطور، نفتح آفاق هذا الكرم. هذا بالنسبة لمين؟ لأنه تطوير القيمة، أي بمعنى أن القيمة لا تبقى ثابتة، ولو بقيت ثابتة لكانت انتهت، لأنه يعني ما قادرين نحن بهالظروف الاقتصادية أستاذ يعلى، بهالظروف الاقتصادية أن نكون كرماء كما كنا، يعني حتى الإنسان ما هو قادر يكون كريم على نفسه مثل ما كان كريم من السابق. لذلك هذه النقطة كثير مهمة، أنه نحن ننظر لهذا الجيل على أنه يعمل على ماذا؟ على التطور. فضلت حكيتي أستاذ يعلى على نقطة جميلة جدا وهي إيجابية، هي إيجابية جدا، أن هذا الطفل قبل أن يدخل مرحلة المدرسة كما نحن، ونحن لم نمسك القلم إلا في المدرسة، ومو بالفصل يعني في الفصل الثاني حتى تعلمنا، الصف الأول حتى تعلمنا أن نكتب، لأنه الفصل الأول في التعليم المدرسي للصف الأول ابتدائي هو فقط عبارة عن تهيئة سلوك الطالب وضبط القواعد الصفية من حيث الجلوس الاستماع والانضباط والالتزام إلى آخره، ومحاولة إمساك القلم فقط، يتعلم كيف يمسك القلم، هذا قديما. الآن يدخل الطفل إلى المدرسة الصف الأول ابتدائي وهو يعرف اليوتيوب، يعرف الفيسبوك، يعرف الموبايل، يعرف إلى آخره. هذه النقطة أنا أعتقد أنها نقطة إيجابية وتسجل لصالح هذا الجيل. تمام، هذه وهنا هذا الدليل على ماذا؟ على أن الجيل بالفطرة يتطور، يعني ليس فقط في البيئة، ولكن هذا التطور يحتاج إلى بيئة تسقله. ما هي الحلول التي يقدمها المجتمع؟ ما هي الطروحات التي تقدمها البيئة؟ هنا محور آخر وحديث آخر، ولكن للأمانة أنه هذا الجيل عندما يأتي ونسميه جيل رقمي، فهذا الأمر شيء جميل جدا أن يكون. لكن اليوم أيضا من الشغلات اللي ممكن بتبعدنا عن التكنولوجيا والتطور الرقمي وحياة البرمجة، صراحة هي بتمحي تماما الدمج مع المجتمع القديم أو مع العادات القديمة أو مع الثقافة القديمة بشكل عام. يعني أنا بتوقعاتي بأنه هي الثورة اللي صارت اللي هي الثورة الرقمية عملت ديليت كامل للأشياء وبلشت نقطة من أول السطر، فهذا كمان شيء خطير يعتبر صراحة. هلا أستاذ يزن، هلا هي وجهة نظر، هي وجهة نظر يعمل عليها أو يعمل بها أحيانا، ولكن هي ليس الغاية وليس المطلوب. يعني حتى دائما أنا أنطلق من أن التطور هو يكون مبني على أساس موجود، لا يأتي التطور من فراغ، والتطوير هو ناتج عن التطور. يعني هناك ثمة فرق بين أن نطور وأن نتطور وأن نعمل على التطوير، هناك فرق كبير جدا جدا، التطور شيء آخر والتطوير مختلف كليا عن هذا الأمر. عندما نحن تقول أستاذ يزن أنه يأتي إلى عملية ديلت، مسح كل ما هو سابق، فهذا الكلام هو عار عن الصحة أو عن يعني عن الصحة، ما معنى أنه الكلام الصحيح عن الصحة من السلامة. هو ليس من الصحة أن يكون الإنسان ينسف ماضيه. تمام أستاذ يزن، أنت لا يمكن لك أن تنسي ماضي، أن تنسى ماضيك، لا يمكن. أنت الآن لا يمكن أن تنسى أنك طالب جامعة كنت، لا تماماً. تنسى أنك كنت طالب مدرسة، لا يمكن ماضي. أستاذ خلينا نحكي عن الجيل اللي عم يتأسس على هاي الأمور، خلينا هو اللي عم يربى على برمجة، وحتى لدرجة أنه يعني في أماكن معينة صار الفكر متوجه كلياً للذكاء الصنعي، يعني ما عاد فيها هالعقلية اللي كانت قبل. ممكن شغلات تطورت كتير وصارت أفضل ممكن يعني، لكن نحن ما عم نحكي عن التطور، لأنه نحن فعلا مثل ما ذكرت أستاذ أنه نحن مع التطور، ولكن الإقصاء القديم، الإقصاء دائما، هي أفكار الشغلات اللي كنا متربين عليها. هذا الجيل الجديد من البرمجة عامل فعلا إقصاء لإله. هلا استاذ يزن، انا لا انظر الى الجيل الجديد، خصوصا اني انا في مجال التربيه، يعني مجال التربيه احتكاك مباشر، احتكاك مباشر على مدار يعني على مدار 37 سنة انا وانا اعمل في مجال التربيه والتعليم اضافي لعضويه الاتحاد. انظر مع كل جيل قادم او كل يوم بنظره ايجابيه، لانه يعني يرى نحو الامام، ويعني انا اعتقد ان هذا الجيل لا يؤمن بموضوع الافق، أنه في محدودية لا أفق، تمام، لا يؤمن بموضوع الأفق. لماذا؟ لأنه لديه قناعة بماذا؟ بأنه يمتلك جناحين، جناح الطموح وجناح الإرادة. تمام، هذان الجناحان هما سبب تحليق هذا الجيل في ماذا؟ في الإبداع. عندما يكون هذا الطفل أو هذا الجيل الجديد الذي يقوم على ماذا؟ على النظر، وكأنه عصفور ينطلق من عشه، لا ينظر إلى العش،
ولكنه يعود إلى عشه أستاذ يزن. هو لا ينكر أن لديه عشا. معناه هون إحنا لازم نعزز له الارتباط بالعش ونترك الجناحين موجودين خليه يصير ولكن في انتماء نوعا ما. لذلك أستاذ لو أنا بدي أتشكرك جدا بهذه الالتفات الجميلة ولا يعني الحرفنة في 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 ربط الموضوع والمحور حقيقة. شكرا أستاذي علا. موضوع الربط وليس الارتباط. الربط. تماما الربط وليس الارتباط. لأن الارتباط يفك، أما الربط لا يمكن أن يفك. والربط هو مع هو روحي معنوي. صحيح. غير مادي، هو يعني روحي معنوي. لذلك نرى أن هذا الجيل الجديد الذي هو مؤمن بماذا؟ بتقنية الرقمية أو الذكاء أو إلى آخره اللي حكينا عنه. شوفي أستاذ، هو يعمل على ماذا؟ على تطوير مجتمعه. يعني هذا الجيل اللي نحن عم يشتغل، نحن هلا فرضا عم نشوف نحن أطفال سوريا عم يحققوا يعني، وأخيرا على مستوى القراءة، تحدي القراءة، طفل 6-7 سنوات يحصل على المركز الأول. صحيح. على مستوى الوطن العربي والعالم بماذا؟ بتحدي القراءة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن سوريا دائما تحصد على بالأولمبياد جوائز ذهبية. طيب أستاذ هون، ما هذا الشيء بيأكد اليوم أنه الأهل أو المحيط مربى الأطفال اللي عم بيشاركوا بهيك مسابقات على دمج ما بين الحضارة ما بين الحضارة والمستقبل، يعني صاير في دمج خلينا نقول، وفي ارتباط مثل ما عم تقولوا أو ربط قوي جدا ما بين بعض، لأنه اليوم القراءة هي شيء ملموس وهي شيء كتب، يعني خلينا نقول هي بعيدا عن التكنولوجيا. فممكن اليوم هدول الأطفال مركزين كتير على أو فهمانين منيح موضوع التطور التكنولوجي. تماما، بدي اشكرك جدا، وخصوصا انك ركزت على موضوع القراءه، وانا اصر على موضوع ان القراءه عندما تقرا كتاب استاذ يزن، استاذ يولا، عندما تقرا كتاب انت لا تضيف الى الكتب التي قراتها، انت تضيف الى عقلك معلومات جديده. صحيح. انت تضيف الى عقلك، لا تضيف الى مكتبتك. تماما. هلا هي نقطه كثير مهمه جدا انه اللي حكيت فيها انت استاذ يزن، الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. الحاضر اللي هن الاهل، الطفل اللي هو المستقبل، والماضي هو اللي مثل ما تفضلت حكيت انت، سواء سوابق من اهل، من اجداد، من الى اخره، من اسلاف. لا يمكن استاذ يزن الا ان يكون هذا الربط حقيقي. هؤلاء الاهالي الذين يعملون على تنشئه ابنائهم بهذه الطريقه هم اناس جديرون بماذا؟ بالاحترام. صحيح. هم أناس جديرون بماذا؟ بكل تقدير. ولذلك استاذ لاحظ ان الدولة السورية في الفترة الأخيرة، وخصوصا عندما لاحظت هذا الكم الهائل من حالة الإبداع اللامحدود، وانا مصر استاذ علا، استاذ يزن، ان الإبداع ليس له لا حدود ولا قيود نهائيا. اي بمعنى نرى مبدع في ماذا؟ في الرياضة، مبدع في ماذا؟ في القراءة، مبدع في الرياضيات، مبدع حتى في الخوارزميات، مبدع في ماذا؟ في الحساب الذهني. صح. فهناك ليس له لا حدود ولا قيود. هذا الأمر هذا نلاحظ على أن الدولة السورية أولت اهتماما ليس فقط بماذا؟ بذاك المبدع أو الطفل الذي هو متطور فكريا إبداعيا، ولكن عملت على ماذا؟ على تكريم أهل هذا الولد. صح. أهله. لماذا؟ لأن لهم الأساس، لهم سبب في تفوق هذا الولد، لأنه لازم نحن نعترف بأنه يجب علينا أن نوفر البيئة اللي حكينا هلا عنها أستاذي. هذه البيئة هي الرعاية، هذه الرعاية لا تأتي من فراغ أستاذ يزن، يعني لابد أن يكون هذا الأب أو هذه الأم على قدر من الاهتمام والأفق اللامحدود، الأفق المفتوح ليس المغلق. تمام. لذلك هنا يعني في كثير أطفال ما استطاعوا يبدعوا بسبب وجود الأهل المتزمتين، الأهل المتعنتين، بيئة معينة مثلا، ظروف معينة مثل ما حكيت أنت أستاذ يزن، عادات، تقاليد، بيئة، ماضي، شيء بيرجع لهم. ولكن نحن بنعرف بالأخير تتأخر، يعني لا يمكن أن يموت حالة الإبداع عند أحد نهائيا. يعني حالة الإبداع لا يمكن وإن تأخرت لكنها ستظهر. يعني أنا الإبداع عندي حقيقة أستاذي أولا مثل العشبة بالصخرة. العشبة بالصخرة عم تنحت بالصخر ولكنها بالأخير تخرج. وعندما تخرج عشبة ما أجملها. تختصر هذه العشبة أستاذ يزن، تختصر مفهوم الشجرة. لماذا؟ لأنها فقط تمتلك أمرين أساسيين، هو ماذا؟ هو الجزر والأوراق. لا يوجد جزع في العشبة. صحيح. لا يوجد جزع تماما. طب في الصخرة بتشوف انت فوق الصخرة فورا نبتة عشبة صغيرة، ورقة عشبة. اذا لا يوجد جزع.
صح. فهي وهنا بمعنى أنها كانت في ماذا؟ في عملية صراع. هذا الصراع أنتج ماذا؟ أنتج ما تريد. ماذا نريد من الشجرة؟ نريد الأوراق والثمار تماماً. صح. وهي أنتجت ما أرادت. صحيح. وتمسكت بجذورها، ولكن أين نحتت هذه الجذور؟ في الصخر. لذلك هذا الطفل برغم من إبداعه، إذا واجه حالة معينة من البيئة، من المحيط محبط له، ثق تماماً أنه سيبحث عن ماذا؟ عن ساحة بديلة. يعني الطفل حقيقة هو مثلنا مثله، لا ويمكن هو بيتفوق علينا أكثر بهالأمر. الإرادة تماماً من الإرادة، وهي الطاقة، الطاقة دائماً دافعة لأي عمل أستاذ يزن. لذلك نرى أن هذا الطفل يبحث عن ساحات أخرى، يبحث عن موارد أخرى، يبحث عن... يعني بنشوف نحن مثلاً كثير أطفال مين اكتشفون؟ الأنسة بالمدرسة. صحيح. الأنسة بالمدرسة أو مثلاً بالجمعية اللي هو مثلاً فيها، أو مثلاً بالكنيسة مثلاً. طيب هون دور الأهل ما لازم يكون أكبر ومضاعف أكثر، استثمار وقت بشكل أكبر، تسليط الضوء على مواهب الأطفال، يعني قديش هون الأهل لازم يكون عندهم دور فعال، ما ينطروا على المدرسة وعلى الجمعية وعلى وعلى. هلا انا حكيت من قبل الاستاذ يزن انه هن عم يلعبوا هالدور، في حال ما شافوا هالدور الولد او المبدع ما شاف هيك. لذلك استاذ، وهذه ملاحظه انا بلاحظها كوني ارتاد المركز الثقافي بشكل دائم، يعني ألاحظ وخصوصا عندما نحن مثلا في مؤسسات تهتم بشؤون الاطفال موسيقيا، رسم، غناء الى اخره، فبلاحظ انه الاهالي عم يجوا عم يحضروا مع الاولاد. تمام. انا هون سؤالي، هذا سؤالي اللي كان من وقت عم تحكي، بدي الاهالي عندهم اندفاع كثير كبير، وعم تحكي حضرتك عن موضوع الابداع اللي ما له حدود. تمام. ونشوف نحن الطفل مبدع. هلا كان يزن عم يسال شو عندك هوايات لاميره من قبل؟ كتابه، رسم، غناء، تمثيل. هي بدها تكون مبدعه بكل هدول، واهلها عم يدعموها لتكون مبدعه بكل هدول. قد ايه في عبء على الطفل لحتى يكون عن جد مبدع بكل هدول القصص، والأهل عندهم اندفاع فظيع؟ هيدي صفة كتير إيجابية، ولكن أحيانًا كتير عم تحبون أعباء للأطفال. هذا هو السؤال. تفضل. هلا لقلك شغلة، الإبداع ما نوع. هلا هو حمل الإبداع حمل صعب، وما بس يعني بشغلة واحدة، يعني بكذا قصة صار. إيه استاذي هلا، يعني أنت حطيتي إيدك على 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 وجع الحقيقة للأمانة. الحقيقة هي موجعة، ووجع الحقيقة هو المأمول. ما هو المأمول من هذا الأمر، هذا المبدع أو هذا الطفل أو هذا أيه؟ يعني عندما حتى مثلا أي إن كان، سواء شعر، أدب، موسيقى، فن، غناء، رسم، أي شيء، يعني ماذا قدم؟ انتهينا ماذا قدم. ننتظر ماذا سيقدم. تماما. في عبء على ننتظر ماذا سيقدم، ولكن كلمة أستاذ يزن ماذا سيقدم لها ثمن كثير، ولها وقت كثير، ولها جهد كبير، يعني ولها متابعة بتفصيلية وحيثيات المتابعة. هي هنا المشكلة يعني استاذ يزن. يعني استاذي أولا، أنا أعتقد أن هناك في الفكر الفلسفي يقول في التفاصيل يكمن الإبداع. صحيح. في التفاصيل يكمن الإبداع، أي بمعنى بقدر ما تمتلك من الدخول في التفصيلات أنت والمتابعة تبدع. ولذلك نحن بنشوف الرسامين بيجي بيقول لك ما خلصت اللوحة، بس لسه في شوية رتوش. رتوش الأخيرة. هذه الرتوش الأخيرة هي تماما. بيجي الأهالي بيلعبوا الدور تماما، وبيجي الطفل بيلعب دور، ولكن الأهل هنن محور أساسي في ماذا؟ في هذه التنشئة. صحيح. يعني أستاذ يزن، الولد فطرة. فطرة عندما تضعه بين مثقفين سيتثقف، عندما تضعه في بيئة غير سوية سيصبح غير سوي. عرفت كيف؟ مجرم، سوي تماما. إذن كل حدا، كل تماما. ختاما هيك استاذ، بدنا فحوى العلاقة خلينا نقول ما بين الأجيال، كيف حاليا بتجسدها، وشو توقعاتك هيك كحدا أديب وحدا تربوي، شو توقعاتك للفترة القادمة بالنسبة لهي العلاقة اللي نحن عم نتناقش فيها اليوم؟ هلا هو السؤال يعني ذو شقين جميلين، يعني حقيقة. يعني أولا العلاقة، اثنين التوقعات. يعني توصيفي للعلاقة بين الأجيال السابقة والأجيال القادمة، سأتجاوز. شوف أستاذ يزن، أنا رح أنطلق إلى صورة جميلة جدا جدا. هذا الجيل الموجود على الضفة، وذاك الجيل موجود على ضفة أخرى، ما بينهما نهر. هذا النهر يسير دائما، النهر لا يتوقف، ولا يمكن أن نستحم بماء النهر مرتين، هذه قولا واحدا. ولكن العلاقة بينهما هي الجسر نحو الضفة الأخرى. ولكن عندما نذهب إلى الضفة الأخرى أستاذ يزن، نحن لا نذهب من أجل أشياء أخرى، نحن نذهب من أجل أن
نستحم بالطبيعة، نستحم بالجمال، أن نستمتع بهذا الكم الهائل من ماذا؟ من الأشياء الجميلة. نذهب إلى الضفة الأخرى لنرتاح، نذهب إلى الضفة الأخرى لنبني المستقبل. حلو. هاي العلاقة. يعني بتوقعاتك المستقبل مريح جدا راح يكون. طبعا لدرجة ببساطة، لأنه هذا الذي يبدع سواء كان مثل ما حكينا بالأدب، بالفن، بالثقافة، بالرياضيات، بالخوارزميات، هو إنسان ينطلق من ذاته. وأستاذ يزن، أستاذ يعلى، ثقوا تماما أن النجاح فردي وأن النجاح ذاتي، بمعنى ليس هو من يحقق الذات، لكن النجاح هو منطلق ذاتي. صحيح. منطلق فردي، منطلق إرادة، ولكن نتائجه جمعية جماعية. تمام. عندما يقول نحن مثلا هلا بنشوف نحن هذا الشاب طلع الصغنن الله يحميه لأهله، تبع تحدي القراءة، هو استمتع بماذا؟ بما حصد من نتائج، ولكن النتيجة اللي هي عدد على مين؟ على أطفال سوريا وعلى سوريا كلها. صحيح. إذن هو النجاح ذاتي فردي إرادي خاصة، لكن النتيجة هي جمعية جماعية. لذلك أنا أرى أننا سنصل إلى عصر ذهبي حقيقة عندما يصبح هذا الجيل الحالي الذي هو الآن ما بين 20 سنة أو أكثر بقليل، يعني بين 25 سنة، والآن ما بين 10 سنوات وبين 25 سنة، عندما يصبح قائد للمجتمع، عندما يصبح أصحاب من هذا الجيل هو من يرتاد المناصب والإدارات والقيادات، ثق تماما أننا سنعيش عصرا ذهبيا منقطع النظير إن شاء الله يا رب. هذا تمنيات قلبية، وتوقعاتك إن شاء الله تصدق وتكون بمحلة. شكرا كثير لكل التحليلات الجميلة والفكرية والثقافية والمؤدبة. شكرا كثير لك الأستاذ نعيم علي ميا، إن شاء الله بالتوفيق الدائم، وأكيد بانتظارك دائما عنا بالاستديو إن شاء الله. شكرا أستاذ يزن، أغنيت صباحنا لهيداء اليوم أستاذ نعيم، يعطيك ألف عافية.